بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم، معكم المهندس حازم عبد الله، عقارك هنا للتسويق العقاري والتشطيبات. ده كده جماعة شكل الشارع اللي موجودة فيه شقة بتاعة النهاردة. شقة النهاردة جماعة في حي راقي جدا زي ما هو واضح قدام حضراتكم كده. ده كده شكل الشارع برضو من الناحية التانية اهو. ده كده شكل العمارة، ده كده شكل العمارة من بره اهي. دي كده عمارة 6 أدوار، 6 أدوار وأرضي. وده كده شكل المدخل بتاع العمارة. ده كده يا جماعة شكل المدخل بتاع العمارة. ده المدخل اهو ما شاء الله، مدخل شيك جدا. ده شكل المدخل أو اللي بندخل من الباب اللي هناك ده. عندي كده على الشمال الاتجاه بتاع الشقة بتاعتنا، وهنا على اليمين الأسانسير. في عندي برضو حاجة يا جماعة، كاميرات التصوير موجودة وفي أمن 24 ساعة. من هنا كده نروح على الشقة بتاعتنا. في حاجة برضو عجبتني يا جماعة في الموضوع هنا، حابب برضو أوريها لحضراتكم. بص يا جماعة، لما بدخل كده هنا على الشمال بيجيلي عدادات المية بتاعة الشقة. صراحة أنا المنظر ده بيعجبني جدا، حاجة محطوطة بترتيب منسقة في جنب مش في وش المدخل. يعني بصراحة لما بتكون العدادات والمواتير في وش المدخل كده بتبقى حاجة متعبة جدا، ويعني بتضايق أدق جدا اللي بيشوف المنظر. يلا نطلع نشوف الشقة بتاعت النهاردة. كده بقى يا جماعة وصلنا الدور اللي فيه الشقة بتاعت النهاردة. شقة النهاردة يا جماعة تشطيبها سوبر لوكس أول سكن، لسه محدش سكنها. احنا كده دلوقتي قدام الباب أهو. الدور فيه 3 شقق. هنا كده في شقة، ودي كده الشقة بتاعت النهاردة، وهنا كده الشقة الثالثة. ما شاء الله قدام الباب واسع، والسلم برضو ما شاء الله واسع، وفي أسانسير برضو. بس احنا هنا في أول بلكونة، أول بلكونة بعد الأرضي، فما فيش أسانسير هنا، الأسانسير بادئ من الدور اللي فوق. يلا بقى نبدأ نخش نشوف الشقة بتاعت النهاردة ونقول بسم الله ما شاء الله. شقة النهاردة يا جماعة مساحتها 150 متر تحت العجز والزيادة، 3 غرف وريسبشن، قطعتين كبار ومطبخ أمريكاني و2 حمام. أول ما بندخل كده يا جماعة من باب الشقة بيجي لنا على الشمال هنا حمام الضيوف. ده كده حمام الضيوف اهو يا جماعة. طبعا الخامات كلها جديدة، لسه أول سكن، لسه ما حدش سكنها. كل حاجة أهي لسه إيه؟ لسه جديدة. ده كده الحمام، ده اللي هو طبعا بيكون جنب الريسبشن، بحيث إن لو عندك ضيف أو حاجة يخش الإيه؟ الحمام اللي هنا، ما يخشش يجرح الغرف عندك جوه. طبعا الغرف بيبقى ليها الحمام الخاص بتاعها اللي هو الايه لاصحاب البيت لوحدهم. ده كده الريسبشن اهو يا جماعه، وده التشطيب بتاع الشقه. تشطيب يا جماعه كله قطيفه، ده نوع الدهانات اهو قطيفه اللي هو اللون الجري، ده الجري يا جماعه. والسقف طبعا برضو فيه كورنيش مش جبسن بورد. وهنا كده المطبخ، ده المطبخ يا جماعه الامريكان مفتوح كده. طبعا ممكن بقى هو عامل كده، مش عامل رخامه، هو عاملها سيراميك. طبعا لسه طبعا الشقه لسه ما اتنضفتش التنظيفه النهائيه، هو عامله هنا سيراميك. ممكن انت لو حابب تعمل رخامه ممكن تعمل رخامه فوق السيراميك ده، دي حاجه برضو ايه ترجع لو انت حابب تزود. ده كده يا جماعه ريسبشن اهو. هنا كده بقى بتجي لنا طرقه التوزيع اللي بتودينا على الغرف والمدخل بتاع المطبخ والحمام التاني اللي هو ايه اللي خاص بالغرف واهل البيت. هنا كده عندنا دي بلكونة، هنخش برضو نشوفها. دي البلكونة اهي يا جماعة، هي البلكونة دي خلفية بتبص على المكان اللي هو ورا اللي هو بين العماير، بس برضو مفيش حد قدامك اهو، يعني تقعد فيها كده في الروقان ما ايه محدش يضايقك يعني. دي كده البلكونة بتاعة الريسبشن. يلا نرجع نكمل باقي الشقة. طبعا مش هذكر حضراتكم، يا ريت اللي لسه ما اشتركش يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلك كل يوم جديد، وتقدير للمجهود اللي احنا بنبذله تعمل لنا لايك. شفنا كده يا جماعة الريسبشن، وشفنا الحمام الصغير، وشفنا المطبخ من بره، تعالى برضه نشوف الوسع بتاعه من جوه لأنه بيفرق معانا. هنخش كده من طرقة التوزيع. ده كده المطبخ اهو يا جماعه اللي احنا شفناه من بره، مساحته حلوه، مطبخ مربع. طبعا بيبقى احسن من المطبخ اللي هو الايه اللي هو المطاول، يعني اللي هو بيبقى طويل ده اللي بيبقى مستطيل، المربع بيبقى احسن من المستطيل. عندي هنا ده الصرف بتاع الحوض والصرف بتاع الغساله.
وده هو يا جماعه اللي بيبص على الريسبشن الفتحه بتاعه الامريكان. طبعا زي ما حضراتكم شايفين لسه ما اتنضفتش، بس التنظيف الاخير لانها لسه العمال مخلصين تشطيب يعني. تعالوا بقى نشوف الغرف. هنشوف هنا كده اول غرفه معانا، دي اول غرفه اهي يا جماعه، مساحتها تقريبا 3 في 4 او 4 وشويه كمان، ده اللي هو الصافي، عشان دايما الناس بيختلط عليها الامر لما بقول الشقه مساحتها مثلا 150 تحت العجز والزياده غير المساحه اللي هي الصافي. دي كده يا جماعه الغرفه الاولى اهي. دي الغرفه الاولى ودي مساحتها. تعالوا نشوف الغرفه الثانيه والحمام الكبير برضو. دي هنا كده الغرفه الثانيه. الغرفه الثانيه يا جماعه برضو تقريبا نفس مساحه الغرفه الاولى اللي احنا شفناها، نفس المساحه بالظبط. حضرتك شايفين طبعا التشطيب ده، على فكره يا جماعه التشطيب ده حلو، بس ده اللي مشطبها من الناس اللي بيحبوا التشطيب السيمبل الرقيق. ما حد، في ناس مثلا ما بتحبش ان هي البهرجه كتير والجبسن بورد كتير والحاجات دي، فهي اذواق. فهنا اللي مشطب الشقه مشطبها تشطيب سيمبل رقيق، نظام كرانيش وايه والدهانات بس. دي كده يا جماعه الغرفه الثانيه. بعد ما شفنا الغرفه الثانيه هنرجع. بصوا يا جماعه لو تلاحظوا الشقه كلها يا جماعه قطيفه، التشطيب بتاعها كله قطيفه. بصوا اهو قطيفه واضحه جدا معايا اهي كل الشقه ما شاء الله. بعد كده بعد ما شفنا الغرفه الثانيه بنشوف هنا الحمام الكبير، ده الحمام الكبير اللي هو الرئيسي غير الحمام الثاني اللي احنا شفناه بره بتاع الضيوف. طبعا معلش بقى الجد والحاجات دي لسه ما اتشالتش يعني. ده هنا بقى لو انت حابب تعمل كابينه الشاور. كابينه الشاور هتبقى هنا، هتتعمل على الحد اللي هو السيراميك اللي معمول ده، تبدا تطلع بقى ايه الكابينه بتاعتك هنا. ده كده الحوض اهو، ودي القعده برضه مساحته حلوه، الحمام مساحته حلوه يا جماعه. ده كده الحمام الكبير. بعد كده بتجي لنا الغرفه الثالثه. دي الغرفه الثالثه اهي، مساحتها حلوه برضه ما شاء الله، مساحتها تقريبا 3.5 في 4، ده اللي هو الصافي. دي كده يا جماعه الغرفه الثالثه برضه اهو، لسه الاسلاك على الارض لسه متشطب، لسه بس محتاجه تاخد ايه مسحه اخيره بس. دي كده يا جماعه الشقه بتاعه النهارده. يلا نراجع مع بعض بقى البيانات كلها. الشقه يا جماعه مساحتها 150 متر تحت العجز والزياده، شقه 3 غرف وريسبشن قطعتين كبار ومطبخ واثنين حمام. الشقه في الدور الاول اول بلكونه بعد الارضي. بالنسبة لعداد الكهرباء، الشقة فيها عداد كهرباء جديد اللي هو الكارت. بالنسبة للغاز يا جماعة، الغاز موجود على باب الشقة. معلش أنا نسيت أوريه لحضراتكم، هوريه لكم أهو. أهو يا جماعة بصوا، ده الشاكوش، بيسموه الشاكوش بتاع الغاز داخل عندك في الشقة. بمجرد ما بتقدم على الغاز يومين بالظبط أو أقل من يومين بييجوا يركبوه لك على طول. يوصلوا لك بقى، عايز توصل في الحمام توصل، عايز توصل في الحمامين براحتك زي ما أنت عايز. الشقة عنوانها حدائق الأهرام البوابة الأولى. الشقة مطلوب فيها 1,800,000. ولأي استفسار أرقامنا موجودة قدام حضراتكم على الشاشة، في رقم فون ورقم فون زائد واتساب. في حالة عدم الرد على طول ابعت رسالة على رقم الواتساب هنرد عليك على طول. مواعيد العمل من الساعة 1 ظهرا وحتى الساعة 9 مساء، والأجازة الرسمية يوم الجمعة. أتمنى فيديو النهاردة يكون عجب حضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مهندس حازم عبد الله.